كنت تعرف انه اللي كتب اغنية عرباوي حلاق؟ طب كنت تعرف انه اللي غنوا اغنية العبور بسم الله الله اكبر بسم الله اللي غنوها هم العمال اللي بيشتغلوا في الاذاعة مش مطربين محترفين؟ طب كنت تعرف ان اغنية على الحلوة والمرة كتبها مكواجي للبت الشغالة اللي بتجيب له الهدوم؟ زي ما عندنا اغاني جميلة مالية الأسير، عندنا حكايات أجمل للأغاني اللي بتتذاع دي، حكايات فيها كل العواطف. النهاردة هنحكي حكايات الأغاني اللي أنت بتسمعها ليل ونهار وما تعرفش مين اللي ألفها أو مين اللي لحنها أو مين اللي وراك. خليكم معانا في حكاوي الأغاني. ومهما كان انت مصر وكل خطوة لمصر ونقول لمصر مصر مصر تحيا مصر. عرباوي 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 شغلاه الشابة الحلوة الصنورة أم التربيع بترسم ظلايا على القورة. فين لما زمان كنا بنفرش على باب حتتنا على حاجة تانية غير البسكوت. ما الزوائين يا ماما أوام يا ماما ما الزوائين يا ماما أوام يا ماما داري سيحة ياخدني بالسلامة يا ماما. الحلو في البرندة شاور لي وبصلي والقلب في الزمن يتمدي. الحلو في البرندة شاور لي شاور لي